بالنسبة لرامني أكيد لا، أكيد مش رامني، لأنه المواقف تبعته كانت كتير إكستريم بالنسبة لل إن كان للدولة الفلسطينية أو حتى تفهمه للوضع بفلسطين يعني. وآخر مرة هو كان هناك كان كتير insulting، يعني بحكي مثلا إنه في فرق النجاح أو الفشل بهذيك البلاد لهذيك الناس بسبب الكولتشر، where ما فكر إنه لا في occupation، هذه هي المشكلة، الاحتلال المشكلة الكبيرة هناك، مش أكيد مش الكولتشر تبعنا. بالنسبة لأوباما أنا بلاقيه هو يمكن الحل الأحسن، مع إنه عندي عليه برضو تحفظات، لأنه أول ما أخذ الأوفيس كان يعني عندنا أمال كبيرة، عمل حكي كبير كتير، وبخطابه بمصر كان يعني كتير هوبفول بالنسبة لنا، بس بعدين على الأرض كان كتير مختلف الواقع، وبرضو رجعنا لنفس المكان اللي إنه الولايات المتحدة ما عم تدعم القضية الفلسطينية، ما عم تتفهم إنه الاحتلال هو المشكلة اللي لازم تنحل قبل أي إشي تاني، وعم بيوقف ضد أي تحرك يساعد الفلسطينيين إنهم يتقدموا ويلاقوا حل. فأوباما أكتر من رامني، بس مشكلتنا مشكلة.